مساء الورد على أحلى وأجمل جمهور ومتابعي برنامج قضايا وأسرار. وحشتوني جدا، وعايزة أقول لكم إن أنا بكون سعيدة جدا باتصالاتكم وبرسائلكم، وأتمنى إن أنا أكون دايما عند حسن ظنكم وأكون ضيفة خفيفة على قلبكم. قضايا وأسرار هي إنعكاس لكل ما يشغل الرأي العام، والنهاردة راجعين لكم بحلقة قوية جدا ومهمة وبتشغل كل الناس. قضايا وأسرار حلقتنا النهاردة بتشغل العالم كله، هي العلاقة بين فيروس كورونا والتغذية العلاجية. معانا النهاردة في الحلقة الدكتورة ولاء عبد الحميد عاطف، استشاري أطفال وتغذية علاجية حميات العباسية سابقا وطوارئ عزل القاهرة الجديدة. أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور، نورتينا النهاردة في برنامجنا قضايا وأسرار. والنهاردة إن شاء الله هنسلط الضوء على ملف مهم جدا بيشغل العالم أجمع، هو فيروس كورونا المستجد. والنهاردة مش هتكون حلقة عادية أو هنتكلم عن فيروس كورونا زي ما كل الناس دايما بتتكلم عنه بالمفهوم الشائع. احنا النهاردة هنركز على سر من أسرار علاج فيروس كورونا. وطبعا بما ان حضرتك متخصصة وليك تجارب على أرض الواقع في علاج حالات بالفعل تم علاجها من خلال التغذية العلاجية ومن خلال بروتوكول خاص بحضرتك، فالنهاردة هيكون موضوع حلقتنا التركيز على الحالات التي تم علاجها بالفعل من خلال البروتوكول الخاص بدكتورة ولاء عاطف ولاء عبد الحميد حاطف. سوري. في البداية يا دكتور، واحنا بنفتح ملف فيروس كورونا، باعتبار ان الفيروس هو من انواع الفيروسات الرئوية كأحد انواع الفيروسات الرئوية، حضرتك شايفة ان في فرق بين الموجة الاولى والموجة الثانية من خلال الحالات اللي عالجتيها بالفعل على ارض الواقع؟ اولا احب يعني اقدم لك نفسي، انا دكتور ولا عبد الحميد، استشاري اطفال وتغذية علاجية حمات عباسية سابقا من 2013 وطوارئ عزل التجمع الخامس حاليا. فيروس كورونا دلوقتي الموجة الأولى مختلفة شوية عن الموجة الثانية، يعني الموجة الأولى كان درجة الحرارة فيها واضحة قوي، فقدان حسية التذوق والشم وصعوبات التنفس كان كتير جدا جدا جدا، وكانت باينة الأعراض قوي فيها. لكن الموجة الثانية للأسف الشديد ممكن ما يبقاش عندي ارتفاع في درجة الحرارة، ويبقى عندي أول حاجة تتغير بس إن أنا معمل صورة الدم وسي آر بي، ألاقي بس الجزء بتاع كرات الدم البيضاء هي اللي نازلة في العدد أو الليمف بتاعها نازل، وسي آر بي عالية شوية مثلا ممكن أكتر من 6، ويبقى هو لسه يعني مش ظاهر عليه الأعراض تماما، بس هو مخالط قوي. ده مخالط مثلا لحالة، واحنا يعني عايزين نعرف هل هو بدأ معي ولا ما بدأش. فاحنا بنقول لو انت مخالط حالة انت خلطتها، او انت مثلا تعرضت الحالة والقدر الله الحالة دي توفت، احنا بس بنعمل عشان نطمن، اولا بنعمله كشف الاول، لازم يا جماعة كل حالة مختلفة عن التانية تماما، الاعراض بتختلف من شخص لتاني تماما، مفيش اعراض سريرية واحدة بتنطبق على كل الاشخاص، خاصة في الموجة التانية جاي خفي جدا، انا ممكن ابقى حامل للمرض وماشي عادي وما عنديش باين عليا اي اعراض خالص، وممكن ابقى اعراضي بس زي نزل برد عادية جدا وانا استهتر. وللأسف الشديد هو سريع الانتقال من الدرجة الأولى للدرجة الثانية على طول، يعني هو بيتطور بالفعل، بيتطور بسرعة جدا، لكن انتشاره سريع جدا. يعني أنا مثلا لو في البيت حالة، يعني تأكدي أن بقيت البيت الأفراد. معظمهم ده أنا بتكلم عن تجربتي الشخصية مع حالاتي، معظمهم عندهم، بس احنا بنعمل اللي عنده اعراض بنعمله سي بي سي وسي ار بي ونكمل معاه، ولو كان عنده صعوبه في التنفس بنزود حاجه اسمها دي دايمر، حاجات التجلطات. طيب الدي دايمر لو هو مثلا ايه النسبه اللي ممكن نقول ان الدي دايمر من خلالها ان ده خلاص ده مريض كورونا؟ بصي على حسب المعمل، في معامل بيطلعها لي 500 وفي معامل بيطلعها 0.5، فالبوينت 5 هي ال 500، يعني لو ازيد، يعني لو انا يعني انا في حالاتي عشان انا ما بديهمش فرصه ان يحصل لهم اي تجلطات، وخاصه الموجه الاولى كانت واخده الناس اللي فوق ال 60 اكتر، تمام،
لكن الموجة التانية للأسف الشديد أنا عندي حالة 4 شهور من الشهور، أو يعني ممكن 3 شهور، من 3 شهور لفوق العيلة كلها، بس أكتر فئة بتجيني أنا بالنسبة لطوارئ القاهرة الجديدة من سن 17 ل 35 للأسف تمام. الشديد، ومجموعة كتير منها يعني 20% منها بيجيني بجلطات. هل بيبقى عندهم بداية المؤشرات مثلا، ولا ما بتبقاش ظهرت؟ للأسف يعني هو الشديد ممكن يكون حامل فعلا للفيروس بس بدون أي أعراض؟ الموجة التانية يعني أول لما بدأت، أنا مثلا بادئة معايا في الطوارئ من شهرين، الأعراض كالآتي، يعني بيبقى شباب زي الفل وصحتهم زي الفل، ومرة واحدة يقول لك أنا حاسس بدوخة وهمدان وآلام في الصدر، ومرة واحدة يغمى عليه. يعني دي معظم الحالات اللي كانت موجودة. بياخد مني وقت جامد جدا في فوقانه وفي علاجه، بيبدأ يفوق لما أبقى أدي العلاج الدوائي وريدي، تمام. فيبدأ بس بياخد حوالي ساعة معايا لولا يفوق ويبدأ يتكلم، بيجي مش قادر يتكلم في أساسا. أخطاء شائعة في علاج فيروس كورونا من خلال بعض الأدوية اللي ممكن تسبب أضرار؟ طبعا أنا عارفة إن حضرتك هتكوني متحفظة في ذكر بعض الأسامي الأسماء، بس عايزين برضو ننبه الناس إيه هي برضو اللي مش يعني معظم الناس بتتجه اللي هي المسكنات للآلام. تمام. تمام، إيه اللي أفضل من مسكن الآلام بدون اسم المنتج؟ بدون الأسامي يعني أنا عايزة، يعني الناس بتعمل خطأ شائع في دواء ألف، يعني جرعته 1000 هو معروف في تمام، السوق، كل اللي بيجي كلهم هو جايين خافض بيه للحرارة خافض ومسكن للحرارة للآلام، مسكن للألم، بس هو ألف أكيد الناس كلها عرفته خلاص. دلوقتي. فبيجي بياخدوا، أنا عايزة أقولك بياخدوا كل 8 ساعات. طيب أنا فيروس كورونا معلش، يعني في شغله بيعمل إيه؟ بيعمل لي بيتعب الكبد وبيعمل التهاب سنة في الكبد وبيجهده، يعني بيخليه مجهد، عشان كده العيان دايما اكتر في الموجة التانية جاي يقولك ايه، انا كل جسمي متكسر ألم، صح، وهمدان. ألم وعايزة فعلا. اقولك ان بعد ما بيتعالج بعد 5 ايام بيستمر اكتر من 15 يوم العيان بيعاني من ضعف عام وهزلان، ومش قادر يقوم، مش مصدق نفسه ان هو اللي كان يعني بيكسر الدنيا ودلوقتي يعني مش قادر خالص يقوم. يعني هو ممكن يبان ظاهريا ان هو خف من الحمى وانخفاض درجة الحرارة بعد 3 ايام، وبعد كده هو نفسه لسه مازال حامل للفيروس. ايوه، لو هو بياخد علاج غلط، تمام، لو هو بياخد علاج غلط، يعني انا ظاهريا بالنسبة الحرارة للحالات، قلت بالنسبة للحالات انخفضت. بتاعتي انا يعني احنا عايزين نعرض كالبروتوكول على بتاعي الشاشة انا نماذج من الحالات اللي الدكتورة ولاء عالجتها، يا ريت نعرض صور من حالات المرضى اللي الدكتورة ولاء ركزت فيها في علاجها. لا، دي حملات المدارس، كنا بنوعي سوهاج وبخاصة جهينة عن فيروس كورونا وازاي يرفعوا مناعتهم بالأكل وازاي ياخدوا بالهم لو أي حاجة من الأعراض اللي كنا بنقولها لهم، ياخدوا بالهم لأن هم يتصلوا بينا على طول أو 105 طبعا الوزارة، يعني ده لكننا كنا مؤتمر حضرتك بنحاول كنت بتناقشي؟ نساعد الوزارة طبعا لأن المجهود عليها جامد جدا، فاحنا كعضو يعني من الوزارة بنحاول نساعد في عشان انا ده بلدي مؤتمر طاقة خاص سوهاج. بالتغذية العلاجية للعلاج الفيروس، صح؟ ده مؤتمر كانوا بيكرموني فيه عشان انا معالجة 6500 حالة تمام. بما فيهم طب احنا عايزين طاقة بعد وسوهاج. إذنكم نعرض صور للحالات، معانا صور للحالات اللي تم علاجها بالفعل على أرض الواقع. بس عشان الشخصية هنعرض حالات بسيطة، ده من مركز طيمة وكان بيعاني من صعوبة في التنفس جامد تمام، جدا، وعايز اقولك ان هو خد وقت جامد جدا، وبعد ما يعني لحقناه في الاول ودخل بعد كده المستشفى، جيب الهزلان والهمدان اللي استمر معاه حوالي شهر كامل بالتغذية العلاجية نرجع بقى لسر والمواطنة. الحلقة، هل يمكن التصدي لفيروس كورونا المستجد من خلال التغذية العلاجية؟ انا حطيت بروتوكول تمام، اللي انا استخدمته في 6500 حالة، بالنسبة بتكلم على البروتوكول يعني، ان انا طبعا وجدت ان كلهم يجتمعوا على حاجة واحدة، عندهم فيتامين د ديفيشنسي،
فببدأ بإنجك يعني ببدأ حقن ديفارول العادية جدا أول يعني بسيب 3 أيام، وبعدين ببدأها بخليها كل 10 أيام لمدة 3 حقن بس، وفيتامين تاني برضو ومكمل غذائي عامل زي البروتين أو الوي بدخله في الأكل مع الرايب أو الزبادي، فبيرفع لي حاجة اسمها كتلة العضلة نفسها، فبترفع المناعة وبيقاوم معايا العيان وبيبقى ما عندوش الهزلان والهمدان اللي هو بيعاني منه. ايه هي يا دكتور بعد اذن حضرتك الاغذيه اللي تعتبر مضادات للالتهابات اللي تكون بتقوي جهاز المناعه، باعتبار ان جهاز المناعه في حالات فيروس كورونا يعتبر هي الحصن او السد المنيع لانتشار الفيروس؟ لو انا عندي حالة كورونا وبرضو بنتكلم على البروتوكول بتاعي، ايوه انا بمنع منهم تماما اللبن والبيض، تمام لان انا وجدت ان هم اللبن والبيض بيزود لهم الحالة المرضية بتاعت كورونا بشكل غير عادي، فبمنعها تماما، بس بعمل استبدال ليها بالرايب كبروبيوتيك طبيعي هو حيوي والزبادي، فبيزود اللايف بكتيريا البكتيريا الحية في الجهاز الهضمي، فبيزود المناعة عندي، وفي نفس الوقت المكمل اللي عامل زي الوي انا بضيف لهم معلقه بس للزبادي او الرايب ده، بديه 4 مرات، فبيبدا العيان ما يعانيش من سوء تغذيه، وده بيؤدي بينا لتدهور الحاله من درجه اولى لدرجه تانية لدرجه تالته. لا انا بحجمه شويه ان هو يقف ومناعته ما تنزلش ويحافظ، حتى لان طبعا هو ما بيبقالوش اي نفس ان هو ياكل تمام بالفعل هو بيبقى فيه سد للشهية. خالص، يعني هو طبعا من صعوبة في التنفس، وببقى حريصة جدا ان ليه الاكل يبقى خفيف. يعني مثلا اللي عنده صعوبة في التنفس بوصف له كالآتي: انت هتاخد مثلا سي رايب او زبادي بس بالشفاط، يعني هياخد مثلا شوية ويقف على حسب نفسه، يعني ممكن يخلص مثلا الازازة في خلال نص ساعة ولا حاجة بس على حسب نفسه، وفي نفس الوقت ما نبقاش احنا ما اكلناهوش وحصل سوء التغذية اللي بيؤدي بينا لأن الحالة تتدهور تماما. تمام، وسيبقى السؤال مطروحا وحول من سينتصر، هل ومن سيواجه الضربة القاضية لفيروس كورونا، هل اللقاح أم العلاج؟ وهنرجع نواصل الإجابة على السؤال مع الدكتورة ولاء بعد فاصل بسيط، انتظرونا وما تروحوش بعيد. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومع دكتورتنا الجميلة الدكتورة ولاء أي عبد الحميد عاطف استشاري التغذية العلاجية وطوارئ عزل القاهرة الجديدة. دكتور ولاء، احنا هنكمل مناقشة أهم المستجدات حول كيفية الوقاية والعلاج، ونرجع لأهمية سؤالنا اللي احنا طرحناه قبل الفاصل، من سينتصر؟ من سيوجه الضربة القاضية لفيروس كورونا، هل اللقاح أم العلاج؟ بصي، هي يعني الدول الأوروبية كلها بتحاول إن هي تنتج لقاح، يعني يبقى عامل زي الفاكسين بتاع الأنفلونزا الموسمية. يعني أنا أتوقع من اللي أنا شايفاه إن كورونا هيبقى زي الأنفلونزا بتاعتنا اللي هي موسمية، بيتحور كل سنة بيتحور. يعني احنا مثلا الموجة الأولى احنا بادئين من شهر 12،
خلاص احنا داخلين مختلفة، على سنة. الحالات اختلفت، يعني تمام، نسبة الوفيات في الموجة الأولى عليت جدا. استأذن حضرتك، معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ ما أنا مدام هبة. نعم، مدام هبة. أهلا أهلا وسهلا، وحضرتك معلش بزورين من عندنا. اتفضلي. أنا مع دكتورة ولاء، تمام ليها مشكورة جدا عشان تمام هي. تمام اتفضلي. ألو، السلام عليكم دكتورة ولاء، حضرتك ازيك يا هبة، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه الحمد لله. طبعا. هبه عيني، يعني هي جت هي واطفالها وكلهم يعني عندهم كورونا، هي تعبانه حاليا، هي انا متابعاها تمام، ونفسها تعبان وكده، فهي يعني هي الحمد اكتر لله حاجة بتعاني منها جايه دلوقتي جايه صعوبة في بالام التنفس. في صدرها، واحنا بدأنا معاها عملنا الدي دايمر والاي ان ار، وفي بعض طبعا الدي دايمر عالي سنه، فبدأنا على طول. انا بالنسبه لي البروتوكول بتاعي ببدأ لها على حسب الوزن الكليكسين عشان ببقى خايفه عليها بس، وبتابع بعد كده بعمل رابع يوم الاي ان ار، وان شاء الله تبقى كويسه، وان شاء الله بإذن الله. حضرتك يعني برضه ركزتي من خلال البروتوكول بتاعك بروتوكول على أنواع اللي معينة هو من جزء التغذية منه برضو العلاجية. بتكون وزارة الصحة طبعا يعني، تمام، بس طيب، وأولادها الحمد لله يعني يعتبر يعني هي تمام. وهي أثناء هي دلوقتي بتعاني فعلا من الفيروس ولا مشتبه عندها لا اشتباه؟ لا لا بتعيني يعني. بتعاني. طيب إزاي نقدر المخالطين ليها تمام نقدر نوجه لهم وقاية، أو إيه هي الإجراءات الوقائية أو الاحترازية للمخالطين للمرضى أو المصابين من فيروس كورونا؟ هو دايما عزل منزلي احنا بنعلمه دايما، تمام، يعني هو بيتعزل مثلا في اوضته، وحد بيعمل له الاكل وبنحط اطباق فويل كل الاكل خلاص، وبيتقدم له في صينيه، واللي بيقدم له يعني بعيد عنه، هو بياخد الاكل ويتعزل في اوضه بعيد طب بالنسبة عن الباقي. للمخالطين ايه برضو افضل الأغذية اللي المفروض ان احنا احنا المخلطين يعني مثلا استأذن ولادها حضرتك معلش، معانا اتصال تاني. استاذ علاء من سوهاج معانا، اهلا السلام بحضرتك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وبركاته، بحضرتك يا أستاذ رباب، اهلا علاء بحضرتك، علاء مجلد مع حضرتك. اهلا بحضرتك، منورة يا دكتورة ولاء، ربنا يخليك علاء، ربنا يسعدك رب الله العالمين. يخليك، طبعا منورين والله قناة الصحة يعني والجمال والله. علاء من الناس اللي في تجربتنا اللي احنا يعني سوهاج كانوا يعني عندهم موجة رهيبة وأعداد رهيبة، وهو وقف جنبينا واقفة يعني عمري ما هنساها، إن إحنا كنا فريق واحد وفريق صيدلية الخير، كلنا كوننا اللي اتبرع باسطوانات، واللي اتبرع بأجهزة، واللي اتبرع بأدوية، وبقينا إيد واحدة مجانا، كله مجانا يعني. أنا الكشف يا كان بتاعي دكتورة الله، مجانا. دكتورة ولاء ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في صحتك يا دكتورة، أنت اللي عملتي إنجاز كان بالنسبة ربنا لمدينة طنطا يخليك، ووجهنا. ربنا يسعدك، والله حبيت أتصل أشكر حضرتك يعني والله على ربنا اللي عملتيه يخليك، ووقفتك، وكانت فاتحة عيادتها اللي هي في طنطا، والله ما كانت بتتقاضى أجر، وكانت الساعة 2 بالليل بصراحة كانت بتتوجه معانا في حالات كتيرة منزلية، الساعة 2 والساعة 3 والفجر، وأوقات كتير جدا جدا يعني، غير ربنا تبرعاتها يخليك يا علاء. المادية بصراحة والأجهزة كانت بتجيبها لنا بصراحة، يعني كانت غير مجهودها، غير إن هي رسالة ربنا منحها ليها، إن هي ربنا رسالة يخليك، الطب دي طبعا، وأنا والله حبيت أشكرها قدام الجميع، وإن شاء الله حلقة موفقة وربنا يوفقكم. ربنا بس يخليك فأنا يا علاء، شكرا، هكملوا الحلقة عشان ما أخدش ربنا الوقت، شكرا ليك يا استاذ وأنا علاء، قلت كتير برضو مش هوفيها حقها والله، ربنا وألف شكر يسعدك، يا دكتور رباب، بالتوفيق إن شاء الله. ربنا ميرسي يسعدك. جدا لحضرتك. دكتور ولاء، منظمة الصحة العالمية أكدت أن اللقاح لوحده لا يكفي للقضاء على فيروس كورونا، تمام ولابد من اتباع واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي من ضمنها أهمها ويعتبر أهمها زي من ضمن بروتوكول العلاج اللي حضرتك بتقومي بيه اللي هو التغذية العلاجية. طبعا. تمام، إيه الفرق بين اللقاح وبين العلاج ده أولا؟ بصي يعني ايه، يعني انا هبسطها لك شويه. ايه تمام الفرق بين ان انا اخد انفلونزا وان تمام انا اخد كل سنه اللقاح بتاع الانفلونزا؟ ليه باخده كل سنه؟ يعني لان الفيروس بيتحور كل سنه بتاع تمام الانفلونزا، فانا ما باخد اللقاح اول يعني في اول شهور اللي هو في شهر 10 او 11،
وبوصي ان لازم لقاح مثلا الانفلونزا يتاخد. ليه؟ لاني ضاير الفيروس فبيقلل، حتى لو انا جالي نزلات برد بيبقى عددها اقل واعراضها اقل. تمام. لكن هل اختفى الفيروس فيروس الانفلونزا؟ لا طبعا، لا حضرتك، لانه بيحور من نفسه من الكور بتاع الدي ان ايه بتاعه كل سنه. فما بالك انا فيروس كورونا اعراضه كانت في شهر 12 حاجه، والاعراض اللي داخل بيها الايام دي حاجه تاني. الاعمار كانت الكبيره هي اكتر. معلش معانا اتصال تاني تليفوني. الاستاذه هبه، استاذه هبه رجعت تاني، اتفضلي. دكتوره ولا؟ ايوه هبه ازيك؟ الحمد لله. معلش بص مش هنطول عليك، انا دلوقتي جسمي فيها حاسه برد، لسه فيها ألم. انا خدت الشام بتاع السنين الحديد كده طويل، المفروض انتظر قد ايه واخد الجرعه الثانيه امتى؟ هكلمك بعد الحلقه يا هبه. حاضر عينيا. نرجع، اتفضلي يا دكتور. ربنا يخليك. يعني انا الموجه دي جايه بايه؟ الاعمار زي ما قلت لك مختلفه تمام. هل الموجه دي انتشر فيها او الشباب؟ حالات الوفيات، الموجه الاولانيه نسبه الوفيات فيها كانت عاليه جدا. تمام. لانها كانت واخده كبار السن. تمام. وطبعا كان بيحصل طبعا في الصغيرين، ما فيش سن، بس اكتر ناس كانت بتموت كبار في السن في الموجه الاولى. يعني الجلطات في الموجه الاولى كانت نسبتها بالنسبه لي انا ما كانش العرض بتاع الم الصدر ده قوي، الا صعوبه في التنفس. لكن في الموجه الثانيه للاسف الشديد، واحنا بنطمن بس الناس ان استجابه فيروس كورونا للعلاج في الموجه الثانيه اعلى بكتير من الموجه الاولانيه، ونسبه الوفيات اقل. يعني نسبه الوفيات في الموجه الثانيه اقل؟ اقل بكتير. طب ايه السبب؟ السبب ان هو اتحور بقى، يعني انا ممكن بس إن هو حامل للمرض برغم ان هو برضو ان الاعراض زادت، الاعراض ما زالت في اعراض خفيه. لما زادتش، بالعكس الموجه يعني دي اللي هي يعني انا ممكن ابقى عندي نزف برد وانا كورونا وتعدي. ازاي استاذن حضرتك؟ معانا اتصال تليفوني، واضح ان الناس كلها بدات تتفاعل مع حضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد. يا اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، اتفضل. انا بشكر دكتوره ولاء طبعا على المعلومات دي، بس انا كنت حابب ان انا اعرف بالنسبه للمخالطين في الشغل والشركات وكده، احنا بنعرف بعد ما الناس بتتصاب وتكشف ويقولوا خلاص ده احنا عندنا كورونا. تمام تمام. فاحنا في الوقت ده المفروض ان احنا خلاص احنا احتكينا بعدد كبير وما نعرفش سواء في الكويس او في الشغل، وهم بيعزلوا الاعداد او الحالات اللي موجوده. بس احنا انت عايز تعرف ايه ازاي طريقه الوقايه بالنسبه للحالات المخالطه في الشغل؟ تمام. احنا ما بنعرفش او ما بنكتشفش ان زمايلنا مصابين الا بعد الانتهاء، يعني بعد ما يكون خلاص فحصوا قالوا ان احنا والله في كورونا، فهم بيعزلوهم 15 يوم. انت عايز تحمي نفسك يعني؟ نحمي نفسنا ازاي؟ تمام. دكتوره ولاء مع حضرتك. انا عندي حاله فعلا كانت شركه البترول خلاص، وهي راحت فرح، وبعد ما راحت الفرح ده اصيبت بكورونا، وهي ما ظهرش عليها اعراض خالص. فراحت هي في شركه البترول، اتعرضت هم حوالي 18 واحد، فاتعرضت ليهم كلهم حوالي اسبوع وما ظهرش عليها حاجه، ظهر بعد الاسبوع. تمام. صعوبه في التنفس. عملت ايه؟ عملنا جروب لل 18 حاله وكشفنا عليهم مجانا، وبقينا نعمل وما كانش ظهر عليهم اعراض. ما هو احنا بنعمل عشان ما نستهلكش فلوس ونستهلك تحليل، بنعمل صوره الدم والسي ار بي. تمام. نطمن والله هم كويسين خلاص وانا ما عنديش اعراض، خلاص اطمن بقى للي هو قلقان. تمام. لكن لو انا عندي اعراض، لا خلاص هتعمل السي بي سي والسي ار بي، وكلمنا مثلا او تكلم 105 ونبدا نتعامل معاك. وفعلا ال 18 دول كان كلهم ما بيعانوش من اعراض، ما ظهرش عليهم، وظهر تسعه منهم لما عملنا سي بي سي والسي ار بي عالي، وبدأنا نعالج اشتباه كورونا. لكن احنا بنطمنهم ان الذعر بتاع كورونا الاولاني اللي هي نسبة الوفيات كانت عالية جدا. تمام. لا دلوقتي ممكن البيت كله يبقى كورونا، والحمد لله احمدك واشكرك يا رب، نبدأ نخف من تالت يوم. معانا اتصال تليفوني، الكابتن مهاب من القاهرة، اتفضل قول سؤالك.
اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل معاك. اخبار حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله يا مهاب، عامل ايه؟ يا رب تكوني بخير ان شاء الله. ربنا يسعدك يا مهاب. كابتن طيار مهاب طبعا. اهلا بحضرتك. ايوه اهلا وسهلا يا رب. هو اخوك كنا بنتكلم مع الدكتوره على الحاله، الحمد لله وكتر خيرها، يعني ربنا اجرى الشفاء على ايديها، فحبيت اشكرها يعني. و حضرتك من ضمن يعني الحالات اللي يعني. حضرتك من ضمن الحالات اللي تم علاجها من خلال البروتوكول الخاص بالدكتوره ولاء؟ نعم صحيح بالضبط. تمام. طيب ايه بالضبط. تجربه حضرتك، ممكن تقول لنا يعني تجربتك الشخصيه مع دكتوره ولاء، يعني قدرت تستفيد ازاي، والبروتوكول فادك في ايه، على اساس ان احنا برضو يعني بعض المصابين او المصابين الاخرين يستفيدوا من خلال التجربه الشخصيه بتاعتك؟ طيب، هو حاجة للأسف هي بتكون سيناريوهات أو كيس بتحصل للمرضى مش مشابهة. تمام. فما شاء الله ميزة الدكتورة يعني أو أي حد في الاختصاص ده بيميزه عن آخره إن هو بيبقى عنده إكسبيرينس يعني شافها من الحالات دي. تمام. بالأعراض اللي حصلت للناس المختلفة. أنا الحمد لله الأعراض كانت شديدة بالذات في الأول، بس الحمد لله أنا مشيت على البروتوكول بتاع العلاج. فرق جدا يعني، هو بس اهم حاجه بس في التزام بس وشويه اصرار يعني. والتزام بالتغذيه العلاجيه يا مهاب، صح ولا ايه؟ ايوه طبعا طبعا، اهم حاجه التزام. وسر حلقتنا النهارده علاج كورونا عن طريق التغذيه العلاجيه. يعني هو بيبعت على الواتس كل شويه ناكل ايه ونشرب ايه ونرد عليه. طيب هو الحمد لله على السلامه يا مهاب. الله يخليك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك، مع السلامه. دكتور ولاء، هنرجع بقى لزي ما قلنا التغذية العلاجية، وهي سر من أسرار بروتوكول خاص بدكتور ولاء. مضادات الالتهابات من الأغذية زي مثلا الزنك وفيتامين سي، حضرتك في حاجات معينة حضرتك قلتي قبل كده بتمنعي الألبان، إيه الحاجات اللي حضرتك بتركزي عليها إن المريض فيروس كورونا أو اللي عنده اشتباه الفيروس كورونا برضو يركز عليها لتقوية جهاز المناعة؟ بص، هو في مجهود رهيب على الدولة والوزارة من ناحية الأعداد دلوقتي، إن أعداد زايدة جدا جدا، بس إحنا طبعا يعني بنطمنهم نسبة الوفيات قليلة، بس الشهر ده زادت شوية عشان الاختلاط والكلام ده زايد عشان المدارس، بس إن شاء الله بإذن الله يعني الحالات بتستجيب من ثالث يوم ورابع يوم على البروتوكولات. بس في حاجة بس هنقول لهم، إن نأجل الفيتامينات. معلش قطع حضرتك، معلش أسفة، معانا اتصال تليفوني، الأستاذة منى من الإسكندرية. أهلا بحضرتك، اتفضلي سؤالك. مساء الخير. أهلا بيكي، مساء النور. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ الحمد لله والله تمام. بصي حضرتك، أنا كان قبل العيد الكبير كنت جاتلي الأعراض اللي هي بتاعت كورونا، اللي هي السخونية ورش وبرد والكلام ده كله. تمام. وخدت البروتوكول اللي هو بتاع العلاج، وبقالي دلوقتي 4 شهور كويسه الحمد لله، مفيش اي مشكله. تمام. مفيش سخونيه، مفيش رشف، مفيش كحه، مفيش اي حاجه، بس ساعات بيجيلي انا في كده واطلع بالغمه. بص، هي في بعض المرضى من مرضى كورونا بيلازمهم حاجه، انت بعد على طول لما تخلصي العلاج بتاع مرض كورونا لازم هتعملي دي دايمر. الدي دايمر لو عالي حتى بعد ما نخلص كل الاعراض دي، احنا بيمشي على دواء سيوله لازم لمده حوالي شهرين او ثلاثه. دواء سيوله وبنتابع خلال حقن معينه؟ لا لا لا، ده دواء بقى خلاص. تمام. احنا كورونا خلص واحنا عملنا الدي دايمر لقيناه عالي. تمام. عن بوينت 5 مثلا. تمام. بنمشي على ادويه السيوله لمده شهر او شهرين على حسب الحاله، لكن لازم تتابع مع حد عشان السيوله بالاي ان ار والدي دايمر. يعني انا بالنسبه لي في حالاتي بعمل كل شهر مع الحالات اللي هي لسه الكحه مستمره معاه. طالما الكحه مستمره يبقى الدي دايمر لازم. لكن انا مش معدي. تمام. انا مش معدي، لكن انا لسه في، انا بكح ومش قادر يعني. معنا اتصال تليفوني من الاستاذه جيهان من بني سويف، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي انا ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضلي الدكتوره، معاكي قولي سؤالك. ايه،
انا كانت عندي اعراض كده حوالي كده من 4 5 شهور. تمام. ان انا فجاه لقيت نفسي ما بشمش والتذوق ما كانش موجود. مش عرض من اعراض كورونا يعني؟ وبعدين بعدها بفتره التذوق رجع تاني والشم وخلاص بقت كويس. خدت علاج ولا لوحدك يعني؟ هو لا اخدت علاج، لا اخدت علاج في البيت. يعني اللي هو البروتوكول بتاع الوزاره؟ لا انا اخدت علاج لوحدي كده وشفيت والمشروبات والحاجات، لقيت نفسي بكيت الحمد لله. تمام ماشي. بس دلوقتي بقى بيجيني نفسي اول ما البس الكمامه او اتعرض للتكييف او مروحه او وانا ماشيه في الشارع مثلا الاقي مناخيري قفلت. تمام. اعمل ايه بقى يعني؟ تابعي معانا مع الدكتور. عايزين نقول الفئه الاكثر عرضه لكورونا. تمام. والاكثر عرضه لمضاعفات كورونا بعدين. طبعا اللي عندهم تاريخ مرضي لحساسيه الانف وحساسيه الصدر ومرضى الضغط والسكر والقلب وكبار السن ومرضى الامراض المناعيه. تمام. الروماتيزم وسيستميك لوبس والام اس، كل دول معرضين لمضاعفات كورونا. تمام. اللي هي يعني احنا بنقول عليها متلازمه شويه، اللي هي بيستمر مثلا معايا الكحه، بيستمر ان انا مناخيري مسدوده، النهجان اللي موجود. طيب ما انا يعني هو كورونا يعني مثلا، معلش احنا بنتكلم كده نفهمهم ازاي، يا اما بيجي بحته الجلطات دي يعني، يعني بيسد شويه الاوعيه الدمويه اللي هي راحه للرئه. تمام. ففي جزء في بعض العيانين بيبقى خلاص انتهى، يعني هو مثلا عايش بثلاث ارباع من الرئه والجزء ده حصل له تليف خلاص، لانه حصل له جلطه في الجزء ده، فانا ما بقتش طبيعي زي الاول. صح. يعني انا يعني انا مثلا بعمل مجهود 100% بقيت بعمل 70%. طب احسنه ازاي؟ اللي اتصلت من شويه انها علكت نفسها بنفسها، بنفسها ما تبعتش، ما تبعتش، هو ده ممكن تبعتش. يوصلها لحاله أيوة. اسوأ يعني كده. هي يعني هي بدات بعرض بسيط قوي، فقدان حسيت التذوق والشم. تمام. طب ايه اللي عرفها ان هو ما عملهاش جلطات بسيطه؟ ده اللي انا كنت بقول عليه، يعني ممكن يكون اثر وهي مش واخده بالها. بالظبط. انا عندي حاله بعد ما يعني مش احنا اللي معالجينها، حد تاني معالجها، بعد ما هي خفت بعد 15 يوم جالها الام في صدرها، اعراض الجلطه والام في الدراع الشمال ده، احنا عملنا الدي دايمر لقيناه عالي، يبقى دي كان عندها كورونا وخفت خلاص ما بقتش معديه. تمام. لكن انا يعني هسألك تعيدي الدي دايمر، يعني مش هتخسري حاجه. تمام. لو هو عالي هنمشي على يعني سيوله تاني بقى. وبعض الدكاتره بندي بخاخات زي الحساسيه لمده 2 3 شهور، الاعراض تخلص خلاص. تمام. بس الاهتمام التاني من ناحيه التغذيه العلاجيه، انا خلاص يعني كورونا مثلا الفتره دي خلصت، طب ال 15 يوم يعني في 5 ايام يعني بقيت كويس، باقي الايام اللي انا خلاص عايزه ارجع فيها الشغل انا مش قادر ارجع، اكن كورونا لسه عندي، مفيش اعراض بس انا عندي همدان ومش قادر امشي وصحتي العامه مش قادره، يبقى اللي عنده انيميا يحسنها، اللي عنده نقص كالسيوم يحسنها. ممكن تكون مؤشر بتزود. خطر لا للاصابه بالكورونا او لا، هي بتساعد ان الدرجه بتاعت كورونا تزيد. تمام. لان بيبقى معاها مناعه ناقصه وبيبقى معاها كتله العضلات ناقصه. تمام. فلان العضلات معتمده على الهيموجلوبين. تمام. يعني جزء منها كل ما يكون الهيموجلوبين اقل كل ما هو معرض اكتر لنقص المناعه. طبعا لنقص المناعه طبعا، وهنا طبعا. الفيروس هي ممكن يعمل فيه اعراض مش متوقعه، مش متوقع وهو ما يكونش حاسس بيها او يعني مش مدركها. يعني مثلاً انا يعني احنا عالجنا 5000 حاله في مركز طحطه وسوهاج وجرجه والمراغه، ده كان مجانا بالفريق بتاعنا. احنا ممكن بس نعرض على الشاشه بعد اذنكم عايزين الحالات اللي هي تم علاجها من خلال البروتوكول الخاص بدكتوره ولاء. عندنا 3 حالات يا ريت نركز عليهم ونعرضهم على الشاشه. تمام. وده كان يعني تعبان جدا جدا، دي الحاله الاولى، فتره ومراته تعبت للاسف شديد يعني، بس هم بقوا الحمد لله زي الفل. تمام. الحاله الثانيه
دي ما عندهمش كان اعراض في الاول خالص، يعني ما هم ظهرتش قاعدين عليهم اي ابنهم اعراض. بس هم كانوا جايبيني ابص على ابنهم، تمام. يعني فابنهم كان بيعاني من صعوبة في التنفس وهم ما وبعد فيش كده حاجة. انتقلت العدوى ليهم هم من خلال انتقلت. ابنهم. انا بكشف عليهم، لقيت في التهاب من جوه، فبدأت اعمل سي بي سي وسي ار بي لقيتها عالية، تمام. خلاص فبدأنا نعالج. ده المقالطي اهو، ده اللي دايما يعني هو يعني ده مقالط لحالة، هو ابنه بس اللي موجود هو اللي عنده. المفترض. فطلبت ان انا اكشف عليهم من المخلطين، وبان من الكشف ان فيه بس هو مش تمام. ظاهر، واكدنا الكلام ده بالسي بي سي وسي ار بي. والموجه التانيه متميزه بحاجه حلوه قوي، زي اول حاجه بتتغير فيها تحليل الدم اللي هي بسيطه قوي ومش مكلفه زي المسح، بس يعني المسحه ممكن دي من خلال تاكيديه. بعض التحاليل اللي هي مش هنلجأ للمسحة ان احنا نتأكد ايوه اذا كان في بالظبط كورونا او لا. بالظبط، انها اولا مكلفه، صعب في التكنيك بتاعها، بتعتمد على اللي بيعملها، فانا عايزه حاجه ما تكلفنيش، او تكون يعني سهلة لكل تبقى المواطنين سهله. ان هم يقدروا يعني يعملوها. شوفي هو مرعوب ازاي، انا بعد اللي هو بيكلمك في الشركات ده بيقول لك ايه، انا كان في حاله وقالوا عليها كورونا، بعدين اعمل ايه انا؟ هو مرعوب، تمام. لان هو مرعوب من فيروس كورونا الاولاني، لكن احنا بنطمنه ان فيروس كورونا التاني لا، احسن بكتير قوي في اعراضه وفي نسبه الوفيات اقل وفي استجابته العيال، العلاج كويسه جدا. تمام. فاصل قصير ونرجع لكم تاني مع دكتورة ولاء وسر من أسرار علاج فيروس كورونا من خلال التغذية العلاجية. انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل حلقتنا مع الدكتورة ولاء. دكتور ولاء، نرجع لسر من أسرار علاج فيروس كورونا. زي ما قلنا إن الحلقة كلها بتقوم عن العلاقة بين التغذية العلاجية وعلاج فيروس كورونا. إيه حضرتك الفيتامينات اللي حضرتك بتركزي إن مريض فيروس كورونا ياخدها، تمام، والمخالطين كمان يركزوا عليها؟ في إهدار للفيتامينات دلوقتي يعني في البروتوكول بتاعي انا. ما انا عايزه اعرف هقول بروتوكول لك التغذيه الخاص بعلاج يعني حضرتك انا في الموجه بيعتمد الثانيه على ايه؟ ما بديش فيتامينات خالص في اول 5 ايام من جزء المضاد الحيوي، ان انا بدي تمام، وبعتمد على المسكن الخفيف على الكبد خالص اللي هو الباراسيتامول العادي، بثبته له كل 8. بثبته ليه؟ بثبته حتى لو انا ما عنديش حراره. ليه؟ لانه بيزيل همدان، يعني في همدان عندي في الجسم هو مش قادر يقف، لكن لما انا بثبت له الباراسيتامول ده كل 8 لمده يومين، وخاصه ان الهمدان ده بيزيد اول، لان فيروس كورونا بيقاوم اول لما بدي المضاد الحيوي اللي هو يعني الفيروس بيقاوم بيقاوم العلاج في بعض نفسه الحالات، كمان، يعني هو مش مجرد ان هو بيقاوم، بيزود لك الاعراض، بيزود الاعراض، بتلاقي نفسك اساسا اتكتم، تمام، وبتلاقي نفسك همدان رهيب في جسمك، وممكن تحسي ان انت هيجمع، يعني سنه هيجمع عليك. ده حصلت في عيله كامله بالمنظر ده، تمام، بعد اول دوز من المضاد الحيوي. خلاص، فهي الفكره كلها ان انا معدتي المضادات الحيويه الكورونا كلها متميزه ان هي يعني بتهيج المعده شويه، تمام. طيب يعني يبقى انا يعني اشفق على العيان ان انا كل شويه تابلت 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 من الفيتامينات؟ لا، انا اركز على المسكن كل 8 ساعات، واركز على المضاد الحيوي اذا كنت هديه مره للمخالطين، مرتين للمصاب للحالات نفسه، للمصابه، تمام،
ايا كان بقى اللي انا مختاراه لمده 5 ايام، وادي انجكشن. وادي انا بالنسبه لي البروتوكول اللي انا بستخدمه، انجكشن في ايه؟ يعني انا بدي فيتامين د انجكشن اللي هو رخيص خالص اللي موجود كل الناس عارفه بكده، وبدي الحقنه زي النيوروبيون دي بديها كل اسبوع في اول العلاج، بتفرق تماما ان هي بتذل الهمدان. طب ايه دورها؟ دورها ان انا عندي مثلا انيميا، عندي سوء تغذيه، هي بتساعدني ان انا اكون كتله عضليه، ما هي دي بعض الفيتامينات الناقصه البسيطه تمام. اللي بتكون الكتله العضليه. وقلنا احنا بندي مكمل غذائي من اول يوم عشان العيان ما بيقدرش خالص. فعلا المكمل الغذائي ده بيبقى زي الوي او البروتين، بضيفه له على الزبادي او على الرايب تمام، لا اما يشفطه لو نفسه ما عندوش القدره مش على قادر وياخده على فتره طويله، تمام، لا اما ياكله لو هو قادر تمام. وممكن انا مثلا الفطار بقسمه له مرتين، ودي مهمه جدا. وحضرتك برضو الخضار والفاكهه دول مهمين جدا. الخضار والفاكهه كلهم انا بديهم في البروتوكول بتاع التغذوي مبشورين. ليه؟ انا عندي صعوبه في التنفس تمام فعلا، انا يعني عايزه ابعد ان انا اخد جزء من الدم للمعده عشان يهضم، لا انا عايزه يعني اسهل على المعده الهضم. في مريض سوء التغذيه وسوء الامتصاص وكمان عنده مش قادر، انا مش هسحب له دم، طب والرئه هيحصل فيها ايه؟ هيلاقي الاعراض زادت. يبقى انا بوصي دايما اصحى من النوم زود السوائل، ينسون، ورق جوافه، تليو، انا بنع خالص اللبن والبيض، وخاصه اللبن والبيض الدرجه الثالثه من كورونا بالنسبه لي انا بمنع عليها اللبن والبيض. استاذن حضرتك معنا اتصال تليفوني، معانا استاذ محمد من الجيزه، اهلا بحضرتك اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اهلا اتفضل. انا بس كنت بحب اعمل المداخله ديت علشان اشكر دكتوره ولاء جدا. اتفضل. من اشطر الناس الصراحه اللي موجودين في مجال مكافحه الكورونا. كان القصه بتاعتي في منتهى البساطه عشان ما اطولش على حضراتكم، فجاه انا مراتي كانت تعبت يعني، فتواصلت مع دكتوره ولاء. الصراحه يعني عمرها ما اتاخرت ومشينا مع بعض العلاج وتابعنا مع بعض الحمد لله بفضل ربنا، ثم اجتهاد وشطاره الدكتوره ربنا كرمنا الحاله الحمد لله. ابتدت من اليوم السادس او اليوم الخامس ابتدت الحمد لله في تحسن تمام لحد ما تعافينا يعني الحمد لله. يعني انت مرحله الاصابه بتاعتك اخذت 5 ايام اللي هو التعب الجامد تمام. قعد ما استمر معانا حوالي 5 ايام او 6 ايام، والحمد لله بقى كده الحاله ابتدت تستقر شيء في شيء يعني من خلال البروتوكول الخاص بالدكتوره علاء. بالظبط كده تمام. وفضلت متابعه معانا لحد ما الحاله الحمد لله استقرت وتابعت معانا. يعني احنا دلوقتي الحاله المصابه عند حضرتك مش انت، زوجة حضرتك صح؟ يا ده بالظبط كده تمام. الزوجة عندي يعني كانت بالبداية خالص احنا ما كنتش عارف هو الموضوع، كنا فاكرين ان هو برد عادي بس دور برد جامد تمام. كلمت الدكتورة ولاء في اعراض 1 2 3، قالت لي هتعمل كذا وهتعمل كذا، ومشينا البروتوكول كامل تمام. وبقت بتتابع معانا العلاج والجرعات وحتى الاكل نفسه، الاكل الخطوات بتاعت الاكل هناكل كذا وهنعمل كذا، والسوائل الصراحه مشيت معانا. ولحد دلوقتي احنا عدينا بتاع 20 يوم او اكتر من 20 يوم تمام، ولحد دلوقتي هي متابعه معانا تمام. وحضرتك انا حابب ان انا اشكرها جدا كمخالط، باعتبارك كمخالط للحاله اللي معاك على التغذيه العلاجيه. نعم ركزت الدكتور ولاء مع حضرتك باعتبارك كمخالط على انواع معينه من الغذاء لحمايتك ووقايتك من الاصابه بالفيروس صح؟ بالظبط. انا وكانت الاولاد كان عندي، ما كانش عندي فكره ان انا هم الاولاد الصغيرين مش هيجي لهم حاجه يعني، ده اللي احنا عارفينه. فلا طلبت مني لا انت هتمنع دول وهتمشي العلاج، الاولاد هتهتم باكلهم الفواكه والخضار والسوائل، وانا برضو نفس القصه. كانت مهتمه جدا بالناحيه الغذائيه سواء ليا او لزوجتي تمام. فانا حابب اشكرها جدا بجد. يمكن انا كنت سالت اكتر من حد بس الـ 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 القصه فعلا الخطوات والبروتوكول اللي احنا مشينا عليه بفضل ربنا طبعا يعني الحمد لله. الحاله دلوقتي يعني الحمد لله مستقره جدا الحمد لله، وابتدت ترجع للحياه الطبيعيه بتاعتنا. ودكتوره ولاء متابعه معانا لحد دلوقتي. هي دكتوره ولاء مهتمه بكل الحالات بتاعها، واحنا بنشكرها شكرا، بنوجه لها شكر خاص من برنامج
ربنا يخليك وربنا يجازيه خير على كل الحالات اللي انت بالفعل احنا يعني قابلنا كمية اتصالات رهيبة بالفعل حالات حضرتك قمتي بالك. غادة كانت درجة تالتة وكانت تعبانة جدا جدا، وانا هي عملتني مفاجأة ان انا قلت لها تعالي طب العيادة بعد، هي خفت الحمد لله من خميس يوم كانت درجة تالتة. دخلت وريدي خلص في البروتوكول بتاعها مختلف شوية، يعني ثبت لها أدوية لمدة 12 ساعة وعملنا دي دايمر كان عالي جدا عندها، واستمرينا النقطة اللي بنقولها عملنا دي دايمر لقينا عالي بعد ما عالجنا تمام بعد العلاج، رحنا استمرينا على دواء السيولة بس الفولو اب بتاعي ايه الاي ان ار. ليه؟ عشان انا ما اديشه بس البروتوكولات اللي انا شايفاها 20 و10 وانت مش متابع حاجه اسمها الاي ان ار. في عيانه في مستشفى معينه ماتت من نزيف في المخ، حضرتك ما ماتتش من كورونا عشان حضرتك احنا مش متابعين حاجه اسمها الاي ان ار والسيوله. تمام يبقى اما ادي حاجه للسيوله لعيان اتابع العيان على الاقل مره كل شهر اعمل له حاجه اسمها الاي ان ار. تمام يعني اتابع معاه مش يدي على 20. طيب ماشي على 20 هو متحسن انزله على 10، تحسن 5 2.5 بعدين، مش خلاص ريجيمنت واحد. انا بشوف والله بشوف ورق مكتوب كورتيزون على 20 وهو هو الورق لكل الحالات. طب حضرتك اللي هو عنده السكر ده طبعا. اللي عنده السكر لو تدي له 20 ده سوليبريد زي ما انت بتكتب كده يعني ده البروتوكول بتاعك. حضرتك ده عنده سكر ده هيزيد. طب حضرتك ما يعني ما تتابع قول له 3 ايام بس في شراب الكورتيزون 3 ايام، ولو انا مثلا حاجه مستدعيه طب اخليها انجكشن 3 ايام بس مره، وكلوز ريليشن للسكر يعني يعني لازم ابقى انا متابعه سكري كل يوم ايه. ده بالنسبه لمرضى السكر. ايوه يعني حاله من الحالات اللي هو بيكتب لها للبروتوكول دي ماتت من غيبوبه السكر ما ماتتش من كورونا. طب من خلال يا دكتور متابعتنا لبعض الحالات وخصوصا الحالات المصابه والدعم النفسي، هل الدعم النفسي مهم جدا لمريض فيروس كورونا؟ وهل هنا لو هو مثلا في الاسره مصاب بالفيروس هل تجنب افراد العائله له ومعاملته معامله نفسيه او معامله محبطه ده ممكن يزود من اثار الفيروس كحاله نفسيه عليه؟ احنا بقى نتكلم على تجربتنا اللي كانت في سوهاج. ان الناس كانت بتخاف من حالات خالص بتاعت كورونا وخانت تخجل تقول ان انا عندي حالات كورونا. واعلنت بالفعل الوزاره ان ما فيش حالات في سوهاج، بس لما احنا اعلنا المبادره برقم معين وان الكلام ده هيبقى يعني سر محدش هيعلن عليه وبقينا ندخل البيوت يعني كده في السر ونشوف، بقول لك العيله بتبقى كامله كورونا وما يقولوش عشان خايفين من الناس ان هي تبعد عنهم لان عائلات احنا في سوهاج فيعني هيبعد عنها. انا عايزه اقول لك عيله كانت اب وام وعيال اطفال صغير، لما عرفوا ان هم كورونا كل الناس بعدت عنهم. انا عايزه اقول لك حتى الاكل مش عايزين ديهم خايفين منه. احنا يعني الفريق النفسي مهم جدا في علاج وفي شفاء الفيروس المصابين بالفيروس. والله انا مش عارفه اشكر ازاي فعلا. طبعا طبعا فريق صيدليه الخير اللي في سوهاج اللي قام بالواجب ده، عايزه اقول لك ان هم كانوا بيكلموا العيان كل شويه ويحسنوا نفسيته، وده لاني خلاص هو حاسس انه هيموت. صح يعني في انا عيانه لسه جايه من عندها قبل الحلقه بتقولك اللي كاتبه لي ربنا، وهو اساسا لسه ما فيش يعني سي ار بي بس عالي والسي بي سي، هو تفكيرها ان هي خلاص دام كورونا هتموت. لا، نسبه الشفاء في الموجه الثانيه والله انا بالنسبه لي اكتر من 90%. نظرا للغموض الذي يكتنف طبيعه فيروس كورونا وهل هو من صنع الانسان والمختبر، فسيظل السؤال مطروح وان شاء الله هنتابع اجابه هذا السؤال مع دكتوره ولاء في حلقات متجدده. ونظرا لضيق الوقت بنشكر الدكتوره ولاء عبد الحميد عاطف اخصائي واستشاري التغذيه العلاجيه ورئيس حميات حمايه عباسيه سابقا وطوارئ عزل القاهره الجديده. سعدنا بلقائكم، يا رب ان احنا نكون قدرنا نقدم لكم معلومه مفيده وقدرتوا ان انتم تستفيدوا بيها، وان شاء الله ملف علاج فيروس كورونا عن طريق التغذيه العلاجيه سيظل مفتوحا من خلال
برنامجكم قضايا وأسرار، وإن شاء الله نتمنى إن احنا نكون عند حسن متابعتكم، ونشكر دكتور ولاء. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. شكرا.